متابعينا مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم كومونتير. هذا الاسبوع الموضوع ديالنا كيهم بزاف الشباب المغاربه واللي كيهضروا فيه بزاف هو التحرش الرقمي اللي نقدروا نقولوا باللي الفئه اللي كتعرض ليه بزاف حسب الاحصائيات والارقام هما النساء والشابات المغربيات. ومعايا اليوم باش نناقشوا اكثر هذا السوجي هذا ثلاثه ديال الشباب كل واحد مختص في مجال معين واللي غادي يهضروا معنا بكل حريه وبكل اريحيه على هذا السوجي وبكل مصداقيه سورتو. دونك جو ديماري وغادي نبدا بالترحيب ديالكم. مرحبا بكم معنا، مرحبا بك كنزة، مرحبا بك نسرين، ومرحبا بك مهدي. دونك غنعطي لوكازيون كل واحد فيكم باش يعرف الناس على راسو. نبدا معك مهدي. شكرا على هذا البرنامج يعني الشبابي، شكرا لكل المشاركات. معكم مهدي ديمينا، يعني ناشط مدني، عضو جمعية تحدي المساومات والمواطنة، مدافع على قضايا النساء. مرحبا بك مهدي. ندوزو عند كنزة. شكرا على الاستضافة، معكم كنزة فركاك، 21 عام، كرياتور دو كونتوني في انستغرام، كندافع على كل ما هو كيخص الشباب وسورتو حقوق المرأة. مرحبا بك حتى انتي كنزة. ندوزو عند نسرين. مرحبا دابور pour l'invitation. مرحبا بيا معكم، نسرين الكتاني، باحثة في سلك الدكتوراه وفاعلة جمعوية وناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي يعني انستغرام يوتيوب وفيسبوك، ومدافع بشدة على قضايا المرأة خصوصا موضوع التحرش والعنف. مرحبا بك حتى انت نسرين، مرحبا بكم كاملين معنا اليوم. ونبداو الاسئلة ديالنا، والسؤال الاول غادي يكون شنو كتعرفوا على التحرش الرقمي؟ نبدا معاك مهدي، لان سيغمون غادي تكون عندك فكره كبيره على هذا الموضوع هذا بما انك ناشط في هذا المجال. دونك بريفمون شنو هو التحرش الرقمي اللي كيقدر يتحول لعنف لبزاف ديال الحوايج؟ يعني التعريف هو انه هذا العنف هو اللي تيصيب لي غير واحد الجنس، مثلا خاصه اننا مش نهضروا على العنف الرقمي، يعني دائما تتكون الضحيه ديالو هي يعني المراه بشكل عام، سواء كان يعني فتاة وكانت شابة وكانت مرأة أو كانت وحدة ناضجة، يعني دائما تكون فيه يعني عنف إما لفظي إما تشهير إما ابتزاز، يعني كل ما تدخلوا في هذه القضايا ديال اللي بغينا نديروا يعني واحد التعريف بالعنف بحسب يعني الإعلان بشأن القضايا على العنف يعني ضد النساء. يعني كان التعريف هو أننا أي حاجة تتمس يعني حرية او تتسيء للمراه انها تعتبر عنف، خاصه يعني في الفضاء الرقمي يعني في المواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام. يعني هذا هو التعريف اللي نقدروا نعرفوا به هذا الظاهر. شكرا لك بزاف مهدي، هذا تعريف بعقله شويه دبلوماسي. غندوزو عند الشابات المغربيات. كنزة، انت كشاب شنو هو تعريفك للتحرش الرقمي؟ امتى كتقولي هذا تحرش؟ تحرش الكتروني. انا بوغما فوقاش كيبدا التحرش، فاش كيف ما قال الاخ مهدي، فاش كنتعداو الحدود والحريه ديال لا بيرسون الاخرى. كيف مثلا انا فوقاش نحس بلي شي حد كيتحرش بيا، يقدر يسولني على دي فوتو ولا يسولني على شي حاجه اللي هو ما خاصهمش، يقدر يصيفط لي يعني بعض دي كومونتير خايبين، يسب الشتم شي حاجه بحال هكا، ولا تهديد، يقدر يوصل حتى للتهديد بالصور ديالك ولا بالفضيحه. بخمو هذا هو التحرش. داكور، ميرسي بوكو كنزان. دوزو عند نسرين، شنو هو بالنسبه لك التحرش الرقمي؟ هو تقريبا نفس التعريف اللي عرفت كنزا، هو انه فاش كيكون الطرف الاخر كيوصل انه في داك الحوار كيهددك ولا كيبتزك. شخصيا ما نعاود زعما غادي نشارك معكم التعريف كتجربه، هو انه تعرضت للتحرش الالكتروني اللي كان عباره انه واحد السيد صور ديالي وكيكتب عليهم عبارات اللي فيها تحرش جنسي، وصلت للتهديد اللي وصلت بها للطريقه القانونيه، يعني الشكايه ديالي وخديت امور القانونيه. بغيت نبحث معك شويه في هذا الموضوع، شنو حسيتي انت ملي تعرضتي لهذا التحرش؟ لان كيكون عنده اثار نفسيه كبيره بزاف اللي البعض كيظن انها بانها زعما عاديه وصافي باسي افيك لو طون، مي هاد الاثار هادي صعيبه واللي تقدر تبقى في بال الانسان ومعاه في حياته كامله. قربينا شويه من الاحساس ديالك.
لا هي ماشي سهلة، يكذب عليك الواحد اللي يقول لك انها غادي تعيشها الفتاة ولا البنت بصفة عامة سهلة، بالعكس بعض المرات تقدر تدخلك في اضطرابات، مثلا تدخلك في الوسواس القهري، تدخلك في اضطرابات مثلا بالأرق، ما تصبحش تنعس واللي كتخاف، واخا يكون داك الشخص فوكونت يعني ما معروفش، ما عارفاش شكون هو، يعني انه كل نهار تبقى تجيك عبارات تهديدية انه يقدر يتعرض ليك، يقدر يقتلك، يقدر يغتصبك، دونك راه ماشي سهلة. حتى فاش كتقول القانوني كتكون الامور خاصه واحد شويه ديال الشجاعه ولا بزاف ديال الشجاعه باش انك تمشي، حيت من بعد تقدري تقولي انه هذه الخطوه تقدر تشكل خطر بالنسبه ليا، انه تقدر تخلي ذاك الطرف الاخر يدوز لاكسيون، حيت غيشوف راسه مهدد، دونك ماشي سهله في الحالتين بجوج، ماشي سهله. وانت شنو خلاك انك شكون شجعك بلوتو او منين جات الشجاعه ديالك باش تمشي انك تتبعي المسطره القانونيه، الوغ كو بزاف ديال البنات اللي كنعرفوهم اللي 70% منهم حسب دراسات حديثه تعرضوا للعنف الرقمي وما بغاوش يهضروا، ما بغاوش يمشيو يديروا اي شيء، كيخلاو داكشي بينهم وبين راسهم. الصراحه القرار خديته بوحدي وخديته مشيت للمحكمه، ما قلت حتى شي واحد، يعني ما كنتش متردده ولو 1% انني نمشي ناخذ المجرى القانوني. هذه شي حاجه اللي مأمنة بها قبل، يعني كنت دائما كنقول انه نهار اللي غنتعرض لاي نوع من التصرف اللي غيكون فيه قله الاحترام، ماشي ضروري يكون تحرش ولا تهديد، يعني ماشي ضروري تكون شي حاجه كبيره، يعني يقدر يكون غير مهني مثلا في وسط العمل، غنمشي ناخذ المجرى القانوني باش ناخذ الحق ديالي، لانه هو القانون راه كاين بلاد السيبه، دونك يكفي الواحد انه يكون عنده شجاعه وما يخافش، لانه المشكل اللي كاين لانه كنتعامل مع حالات بزاف، حالات ديال التحرش وعنف، المشكل اللي كاين تقريبا 98% كاينه في الخوف، انه البنت الضحيه كتخاف، بعد مرات تكون عندها الدلائل انها تدافع على راسها وتربح القضيه، ولكن كتخاف من الناس ومن نظره المجتمع. بيان سور، برافو عليك نسرين. من بعد غادي نكملوا في هذه النقطه هذه، علاش بنادم ما كيقولش داكشي اللي طرا ليه، علاش بنادم ما كيتقاسمش مثل هاد التجارب الخايبه في حياته مع الناس ويحاول انه يلقى لها حل. غندوزو لعندك كنزه ومن بعد ندوزو عند مهدي اللي غيهضر لنا اكثر على شنو ممكن نديرو في مثل هذه الحالات. كنزة بغيت نعرف انت واش ديجا تعرضتي لشي موقف بحال هذا، شفت فيديوهات ديالك اللي كتبارطاجي فيها مع الناس بزاف ديال الافكار، بزاف ديال الحوايج اللي كيعيشوها يوميا، انا بغيت نعرف واش انت عشتي شي حاجه اللي خلاتك انك تبارطاجي هذا الشيء. ابسوليمون، حيت هذا التحرش الرقمي كنت تعرضت له فاش كنت مازال في الليسي، فاش كنعرف لي كونت فيسبوك وهذا الشيء، واحد الولد كيقرا معايا في المدرسه كان تيهددني، مازال ما عرفت السبب، واش نوريك الامتحان، السبب مقنع مازال ما لقيته. كنت يقول لي شوف الا ما هدرتيش معايا غنحط لك التصاور في هذا الكونت وغندير لك فوتوشوب، المهم بزاف الحاجات اللي هددتني فيهم. كنت كنخاف، فريمون كنت كنخاف بزاف، كنبقى ديما بوحدي كنبكي شنو غندير. من بعد وصل لي انه بصح حد دي فوتو ديالي، نوض كيقول شي هضرات خايبين، داو الناس كيعايروا، انا كنت واحد الانسان اللي كنت نتجاه داكشي، والحمد لله اللي خرجني، والاكثر حاجه ساعدتني هي مي بارون. هادشي علاش كنقول اي واحد ما يخافش يعاود والديه، وتا الوالدين يعطيو ديك يخليو ولادهم يعاودوا لهم. دونك مي بارون كانوا ديما معايا، كان الحمد لله اي حاجه كنقولها لبابا اللي وقع كنقولها لبابا، دونك واخا شاف ديك التصاور ما تيقش. دونك الصراحه انا هادشي اللي عاوني بزاف، وقلت علاش لا ما نبارطاجيش هادشي مع الناس، حيت بصح منين حطيت لا فيديو الاولى جاوني بزاف ديال لي ميساج ديال المساكن الناس وكيقولوا لي عاونينا شنو نديرو، وبزاف الحاجات اللي فريمون كيشوكيو. اوكي، برافو عليك كنزه، حتى انت خديتي هذه الخطوه هذه وقررتي انك تبارطاجي مع والديك، لان هذه حاجه ضروريه ان بي لي بارون تكون ثقه بيناتهم، واننا نعاودوا لوالدينا وما نخافوش، لان اي حاجه عندها حل. غادي ندوز عندك مهدي، بالنسبه للشق القانوني ولا مثلا كتجي عندكم شي حاله للجمعيه ديالكم بحال هكا بحال ديال العنف الرقمي ولا التحرش الرقمي، شنو اول حاجه كتقولوا لها، شنو هو التوجيه اللي كتعطيوها؟ ورق، يعني قبل ما نمشيو يعني شنو هما الاجراءات اللي نقدروا يعني نساعدوا بها الضحيه ديال العنف الرقمي، هو ان العنف الرقمي يعني راه تيبدا من الهاتف، راه احيانا يعني ممكن تيتصل شخص بواحد السيده وتقول لها واش انت فلانه، تقول لها لا، تقول والله الا صوتك زوين، يعني هنا تيدخل في اطار التحرش،
كذلك تقدر يعيط لها معلل، تقدر يصيفط لها ميساج. هذا بالنسبة يعني لكل يعني الأدوات ولا كل الآليات ولا كل المنصات الإلكترونية راه حاضر فيها هذا العنف. يعني تبدا غير برسالة صغيرة ولا بصورة، أحيانا تمشي يعني تقدر ينتقل حتى للعنف يعني العادي اللي تنشوفوه في الواقع ملموس. يعني هذا العنف هو باش كيف ما قالت يعني على ما أظن نسرين قالت لك أنه صعيب. على صعيب أنه تبقى عايش معاك، يعني تبقى يعني واحد يعني تبقى حاملة معاك. ممكن أن أحيانا فاش كنا تنشوفوا الضرب ولا الجرح ممكن تجيك ساهلة مثلا، تقدر الدواء، تقدر دير عملية، وتقدر ممكن مع المدة ومع الدعم النفسي ولا تقدر أنها تخرج من هذا المرحلة. ولكن هذا العنف الرقمي تبقى حاملة معاك بشكل يومي، يعني كل نهار تنتظر مفاجأة، كل نهار تنتظر تهديد. وهذا يعني تشكل واحد القلق نفسي واحد الفئه كبيره من المجتمع. واليوم يعني غير حنا في ظل هذا الحجر الصحي تنشوفوا يعني فتيات يعني العمر ديالهم ما تيتجاوزش 16 سنه وتي قاصرات فهاد المصالح بالنسبه للانستغرام وتي تم تشير بهم وتي وضعوا يعني الهواتف ديالهم يعني يعني الارقام ديالهم عبر مجموعه من المنصات وتيقول لهم انها يعني عاهره وانها فاعله انكم ممكن تصبوا بهذا. يعني تيبقى عندهم هذاك الخوف كيف ما اللي ما كانش عندي يعني عند صديقات بجوج، وتنحييهم على هذيك الجراه وعلى هذيك الشجاعه. وتنتمنى يعني من كل الشابات اللي تتعرضوا لهذا العنف انهم يلجؤوا الجمعيات او يلجؤوا الى القضاء. يعني اليوم كاين في مجموعه من المحاكم وفي مجموعه من دوريات ديال الشرطه كاين الناس اللي ممكن انهم يجي يستمعوا لهذا النوع من 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 النساء ولا من 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 فئات اخرى. ولكن الفئه الكبيره اللي تتعرض بشكل كبير هما النساء. يعني في القانون كان واحد القانون اللي هو قانون جديد تقريبا يعني على مده ديالو تقريبا سنه اللي هو قانون 103/13 اللي جا تجرم هذا العنف تجاه النساء. ويعني في الفصول ديالو كامله يعني بالنسبه للفصل واحد، بالنسبه للفصل 447 ولا الفصل يعني جوج 447 ولا ثلاثه 747 او 503/11 وبالنسبه للقانون الجنائي يعني حتى هو انه جرم. كذلك كاين قانون اللي هو قانون ديال يعني حمايه يعني الاشخاص الذاتيين تجاه مجموعه من المعطيات اللي حنا بدوره تنصرحوا في مجموعه من المنصات تنصرحوا بهذه المعطيات ديالنا، رقم الهاتف، الاسم، تاريخ ازدياد. وممكن انهم تيستغلوا احيانا يعني ضدنا، وما تنقول ضدنا يعني ضد يعني مجموعه من الفتيات ومجموعه من الاشخاص. شكرا لك بزاف. كذلك اللي هو قانون 089 وكاين القانون المتعلق يعني بالصحافه اللي هو 88/13 هو المتعلق بالصحافه والنشر. يعني قبل كنا تنشوفوا هادشي تيتم تشهير خلال يعني مجموعه من المجلات ولا من الجرائد تنشروا هاد الصور، ممكن كانت تدير واحد المصادر. اليوم يعني الفضاء الرقمي كله هو من حق الجميع، وما يمكنش اننا ان يعني ان ولا فضاء مقنن اننا نقصيو هاد النساء. يعني هاد الناس اللي تيديروا هادشي تيبغيو يحرموا خاصه يعني الفتيات والشابات والنساء من هاد الفضاءات اللي هي فضاءات عامه، وان مجموعه من الدول انهم تيناضلوا باش يبقى الحق خاصه يعني بالنسبه للمراه يكون مضمون في هذا الفضاء. يعني انني انا ملي تهاجم واحد الشابه ولا انني تنشهر بها ولا تنروج لها مجموعه من يعني من المغالطات، يعني اوتوماتيكو تنحرم مجموعه من الشابات ومجموعه من النساء، وهذا الشيء هما اللي تضحوا ليه. بالنسبه ليوم القانون هو كاين قانون وكاين مجموعه من الاجراءات اللي خاصها دار، من بينهم يعني الشكايه. واليوم راكينا يعني الشكايه او المنصه اللي دارتها يعني النيابه العامه، كذلك الجمعيات. بالنسبه لنا احنا داخل الجمعيه يعني وضعنا مجموعه من الارقام الهاتفيه اللي ممكن انهم يتصلوا بنا ونساعدوهم الى بالنسبه لاعداد ديال الشكايه ولا الاجراءات اللي ممكن انهم خصهم ياخذوها. مهدي شكرا لك بزاف على هاد التوضيحات هذه اللي صغما غادي يستافدوا منها بزاف ديال النساء وبزاف ديال الاشخاص اللي تعرضوا للعنف الرقمي. بغيت ندوز عند البنات اللي هما الفئه الاكثر عرضه لهذا الانواع ديال التحرش ولا هاد الانواع ديال العنف. علاش في نظركم احنا كنتعرضوا لهذا النوع ديال الافعال؟ واش كنقرا في لي كومونتير وكيضرني الحال بزاف، لان بزاف كيعتقدوا ان
الغلط في المرأة، لأنها كتحط صور ديالها، لأنها كتحط شي حوايج اللي متعلقين بالحياة ديالها، لأن حوايجها، لأن المظهر ديالها. وكاين اللي بدون سبب كيقوم بالتحرش حيت هو بغى، ولا حيت بالنسبه ليه لي ريزو سوسيو سي انكونترولابل، سي با سيكوريزي، توتي بيرمي. دونك فوالا، انا بغيت نعرف شنو الراي ديالكم. نسرين؟ وي، بالنسبه للسؤال ديالك، باش ما نعمموش نقولوا انه في ريزو سوسيو ولا في هذا، راه ماشي غير المرأة اللي كتعرض للتحرش، راه كاينه نسبه ديال الرجال اللي كتعرض للتحرش الالكتروني، ولكن الا جينا نقولوها بالبنات فهي نسبه اللي كتكون صغيره. من وجهه نظري ودابخي زعما القصص اللي شفت ولا اللي عشت، سورتو دابخي لو هاشتاغ اللي كنت لونسيت العام اللي فات ديال البنات حدا وراسكم، اللي هو كان عباره عن حمله تحسيسيه توعويه ضد التحرش الالكتروني، وخصوصا استهدفنا لو هاشتاغ التحرش اللي كيكون من طرف الناس اللي معروفين في لي ريزو سوسيو، مثلا لي انفلونسور ولا الناس اللي معروفين في لي ريزو سوسيو، كيستغلوا ديك الشهره ديالهم ولا ديك الاودينس الكبيره ديالهم باش انهم يستدرجوا المتابعات ديالهم. سواء كانت حاله ديال ام ميدسا اللي كان كيحاول انه يسوق لراسو على انه طبيب نفساني، وكيقول للمتابعات ديالو اللي عندها مشكل نفسي تواصل معايا. دونك الاغلبيه ديال الحالات اللي كانوا كيجيو عنده كيكونوا في حاله ضعيفه، يعني كانت ديبريمي، عندها مشاكل بسيكيكمون ضعيفه جدا، فهو كان كيحاول يلعب على ديك النقطه. وكاين اللي وصلت الحالات ديال الضرب، حالات الاغتصاب، يعني ما بقاش تحرش الكتروني في انستغرام ولا فيسبوك. من بعد باش لقنا قبلنا حالات كثيره ديال التحرش الالكتروني اللي صدمتنا بزاف، ومن بعد درت واحد الاناليز ولقيت انه الواحد مثلا كتلقاه في مستوى عالي ديال الدراسه، يعني طبيب، ما كنهضروش على ان بروفيل عادي، يعني كنقولوا طبيب يعني قرا شخص اللي بالنسبه لنا كامل بارفي فوالا، ومهنة شريفة اللي كيديو فيها القاسم وده وكيدير هادشي. دونك من بعد لقيت انه الانسان كيكون كيعاني من اضطرابات، وباش يخوي داك المشكل اللي كيعاني منه كيحاول يفرغوا في شي حوايج اللي ما يبانش فيهم. مثلا في لي ريزو سوسيو كيقول انه الا تعديت على وحده ولا تحرشت بوحده وكيعرفها هي اصلا ضعيفه، يعني ما كيمشيش عند نامبورت كي، كيعرف كيفاش يسيب لي فيكتيم ديالو، يعني كيقول واخا غنتحرش بها ولا غنتعدى عليها ولا غادي نضربها راه غتسكت ولا غادي نهددها وغادي تسكت. دونك يبقى يدير ذلك. علاش دي تروبل بسيشيك لي با نورمال لي با ستار، مريض خاصو يتعالج، بلاص ما يمشي يتعالج كيحاول يفرغ داك المرض ديالو في حوايج بحال هادو. دونك ما كنظنناش حاجه عاديه، الانسان اللي كيكون متحرش فهو كيعاني من دي تروبل اللي خاصو يتعالج منهم، سي اون مالادي. الفكره ديالك واضحه، ما برروهاش بانه لا راحت البنات كيبوستو تصاورهم ولا البنت راها ما كتلبش زعما اللباس ديالها يثير انتباه الرجال. وي دونك راه المشكل في المتحرش ماشي في المتحرش بها. دونك شكرا لك بزاف نسرين على التوضيحات ديالك وعلى التدخل ديالك. غندوز عند كنزة. انت في نظرك علاش الناس كيتحرشوا بالغير، زعما سواء نساء ولا رجال بجوجهم كيتعرضوا للتحرش، ولكن كيف ما قلنا النساء كيكونوا اكثر عرضه لهذا النوع من التحرش. علاش شنو يخليني انا نمشي غنتحرش وغندير البسالات على واحد الشخص؟ الوغ كيف ما قالت نسرين، ضروري هاد لا بيرسون يكون بسيكولوجيك علاش كيبغي يفرغ ديك المرض اللي عنده في شخص اخر. ولكن نهضروا خاصه بالنسبه للمراه، انا بالنسبه لي كل شيء كيبدا من الصغر، يعني علاش كنقول لي بارو عندهم واحد الدور مهم في هذا الشيء، كل شيء كيبدا من الصغر، يعني فاش داك الولد يتعلم انه ديما هو قوى من المراه، هو عايش واحد الوسط اللي ديما المراه كتخضع للراجل، ديما الراجل هو القوي، الراجل هو مول كل شيء، الراجل هو اللي يحكم، ديك الدري كيكبر هكا. دونك فاش كيمشي كيشوف لي ريزو سوسيو كيشوف شي بنت، شي مرات هو مشغلوش فيها مهم حيت مولف انه هو خصو يسيطر على المراه، كيمشي كيدخلها في الشؤون ديالها ولا شي حاجه بحال هكا. دونك انا كنظن بلي هادشي كيبدا من الصغر،
وديك حب السيطره، ديك اونتر بارونتيز ديك المجتمع الرجولي اللي ديما الراجل قوام المراه، الراجل هو اللي خاصو يدير يتحكم في كيف ما بغى، وانت ما عندكش الحق تجاوبي، حيت الا جاوبتي هذيك هضره اخرى كتولي انت ما مزياناش، انت بعض الكلمات الخايبه. دونك بالنسبه لي هذا هو السبب. مهدي بغيت نشوف معاك، انت كشاب مغربي زعما ماشي كفاعل جمعوي، ماشي كشخص كيدافع على حقوق المراه واللي كيدافع على المساواه ما بين الرجل والمراه، كيفاش انت كشاب كتشوف هاد التصرفات ديال التحرش الرقمي ولا جميع انواع التحرش؟ انا نمشي من واحد المنطلق اللي قالته كنزه اللي هي التربيه. يعني احنا داخل الاوساط ديالنا اننا تربينا داخل المجتمع ديالنا، خاصه يعني كانت المجتمع محافظه، وانا رباش يعني هذاك الرجل بانه راه هذيك المراه شي حاجه اخرى ماشي كانسان، يعني عندها شي حاجه اخرى هذاك الرجل. للاسف اننا نجاتني هذا المجتمع اللي اليوم تنصارعوا فيه باش اننا نربيهم على واحد السلوك اللي باش انهم يستمروا كما تنقولوا في التعايش السلمي. يعني مازال اننا تلقاو مجموعه من الاحياء انه ممكن هذيك الدريات شو ما تلبس صايه ما تقدرش تخرج بالصايه، انها غادي تتعرض ماشي غير للعنف. راه شفنا واحد التجربه اللي كانت ديال الصايه ديال اكادير، علاش؟ حيت كان مجتمع اللي هو مجتمع ذكوري. باش ما نهربوش مهدي بزاف على لو سوجي ديالنا اللي هو التحرش الرقمي، زعما نبقاو في هادشي ديال التحرش الرقمي. انا معاك دابا تنهضروا في الرقمي، حيت الرقمي شنو عطانا؟ حنا هذا الرقمي هو جديد على المجتمعات ديالنا. وي ياك، ولكن اننا حنا مثلا ما استفدناش منه كهو كفضاء اللي ممكن اننا يكون فيه، يعني من اجل الشغل، من اجل يعني التجاره، من اجل التواصل، من اجل يعني نشر واحد القيم اللي فيها يعني يعني احترام الاخر، احترام الحريات ديال الاخرين. يعني اننا حنا تربينا في المدرسه بسلوك، تربينا في الشارع بسلوك، تربينا في الاسره بسلوك اللي يعطينا هذا النموذج اللي هو ان هذيك المراه عندها واحد المشكل، رغم ان المراه والراجل هما راه بحال خصهم يعيشوا بكل الحريه اللي تيبغي انه يفرضها الرجل في هذا الفضاء، سواء في فضاء اللي هو فضاء رقمي ولا في الفضاء العام. وانا تنعتبر هذا الفضاء الرقمي هو فضاء عام، ما يمكنش انني اكيد يكون ان هذه حلال على هذه الفئه ولا هذا الجنس وحرام على واحد الجنس اخر اللي هو الجنس ياك. ورغم اننا حنا ما تنميزوش بالجنس، لا تنهضروا على الانسان، على انسان صافي، والانسان راه له الحريات. يعني ملي تكون في هذا الفضاء ما ممكنش تلاقى مع واحد بانه مثلا كما تنقولوا تنتمي لواحد الدين ولا واحد العرق. هذا الفضاء الرقمي تجمع لك مجموعه من الديانات ومجموعه من الفضاءات، كذلك تكون فيه مجموعه من الحريات. كيف ما مثلا النسرين تتحافظ مثلا وتدافع على هذوك النساء اللي هما محجبات وان عندهم واحد الخصوصيه ديالهم وعندهم واحد الجمال ديالهم، هادي ما يمكنش شي واحد غادي يجي يضرب في العارض ديالها ولا انه يسبها ولا يشهر بها ولا يعيرها. كيف ما واحد الانسان اخر من حقها تلوح واحد الصور ديالها، علاش؟ حيت حنا في هذا الشيء اللي كاين دابا، هذا السلوك واللي انا تنعتبره عنف، راه تيخلي ان مجموعه من النساء ما تلجاش لهذا الفضاء، يعني ما تنخرطش فيه، يعني اكيد تكون محرومه منه. سيغي ان غدا غادي تكون عندها ممارسات اخرى، رغم ان مجموعه من الدول اليوم تدير مجموعه من القوانين تجاه هذه الفئه او تجاه هذه الفضاءات باش تكون فيه الحمايه. ورا قلت لك اليوم القانون 113 قبل ما كانش يجرم العنف الرقمي، يعني حتى الشرطه ولا حتى يعني القاضي ما عندوش باش يتابع هذا الشخص، تقول لك ايوا شنو غادي ندير ليه، ما كانش عنده. رغم القانون الجنائي كان تيتكلم عليه بواحد الجزء، ما كانش يتكلم عليه بشكل واضح. اليوم نسبيا هذا القانون يعني رغم يعني كما تنقولوا فيه بعض النواقص ولكن ايجابي. انا تنقول اليوم ممكن هذا القانون ما يمكنش نحرموا شي مراه ولا شي شابه ولا شي فتاه من هاد الفضاءات بكل يعني كل اريحيه ديالها، بغات تنشر الصور ديالها، بغات انها شي يعني تنخرط فيه، ما ممكنش واحد انه يستغل الصور. انا رأيت دابا اليوم النموذج في الاقليم ديال مدينه الرباط اللي تقريبا واحد الفئه عريضه من الشابات اللي ما تتراوحش السن ديالهم، يعني 16 سنه ما تيفوقهاش، يعني كاين من 14 حتى 16 سنه، واش تقريبا كلهم هما تيقراو في الاعدادي. يعني تتبقى الوصيه ديال الاسره خاصه هي اللي تمشي
دير يعني نظرا للسن ما مسموحش لهم باش يديروا القانون. كذلك كاين الخوف بان علاش لحتي التصويره ديالك، علاش انك صيفطتي لي، علاش صيفطتي لي هذا الفيديو، وهاد الناس تيستغلوا هذا الشيء وتنشروه. يعني اليوم تتولي احيانا تتبان لك عصابات منظمه، من تيبان لك واحد اكيد تيهضر مع فتاه وتيقول لها الا بغيتيني انني نوقف من الصور ديالك، ايوا عطيني الصور ديال صديقه ديالك ولا صور ديال اشخاص اخرين باش ننشرهم. الفكره ديالك واضحه مهدي، شكرا لك بزاف على هاد التوضيحات هادي اللي صوما غادي تنفع بزاف ديال البنات، واللي غادي ماشي غير البنات، كاع الاشخاص اللي كيتعرضوا للتحرش. انا بغيت نرجع مع كنزه ونسرين، كيفاش كتقدروا انكم، بما ان نسرين الى جانب مسارها الدراسي ودبلوماتها وتكويناتها هي ملكة جمال المحجبات وكيتابعوها بزاف ديال الناس، زعما شي زان انفلونسر، كيف ما كنزه كيفاش كتحاولوا توعيوا المتابعين ديالكم بالخطوره ديال هاد الحوايج؟ نبدا معاك نسرين وندوز عند كنزه. هاد النقطه هذه كنحاول نركز عليها بزاف لي ريزو سوسيو، وكنحاول دائما على الاقل نتكلم على هذا الموضوع مره في الشهر ولا جوج مرات في الشهر. يعني منين طلقت الهاشتاغ العام اللي فات 2018 اللي لقى واحد النجاح كبير وتغطيه اعلاميه كبيره من داخل وخارج المغرب، فكان هذا هو الهدف انه الهاشتاغ يوصل. واخا في الاول كانوا عليه بزاف ديال التساؤلات والبنات خافوا ما يعرفوش مناش خاصهم يردوا البال، دونك كنا كل مره كنحاولوا نبسطوا الهاشتاغ، وسورتو فاش شاركنا معاهم تجاربنا الخاصه كي زادوا الثقه في الهاشتاغ وعرفوا انه راه يشكل خطوره عليهم. يعني ماشي غير حنا جينا وبغينا نطلقوه خوفا عليهم، نورمالمون حنا الا تعرضنا للتحرش راه عارفين شنو غادي نديروا. ومي كاينين حالات اللي غادي تعرض مثلا للابتزاز والتهديد والتحرش من واحد معروف لي ريزو سوسيو، وتقدر يستغلها يكون هو كموقف قوه وهي موقف ضعف، دونك غادي يستغلها وغادي يستقوى اللي رابح القضيه كامله. برافو عليك نسرين، زوين هاد الهاشتاغ اللي طلقتي، وانا عقلي على التفاعل الكبير اللي كان لقى وعلى لي رياكسيون ديال الناس كيفاش كانوا. هو صراحه المشكل اللي كاين في الموضوع بصفه عامه ديال التحرش ولا العنف، هو مازال صعيب الطرح ديالو في المجتمع ديالنا خصوصا، وهذه انا لاحظتها من نهار بديت كنهضر على التحرش، وانا كنتعرض لنسبه كبيره ديال الانتقادات اللي كتكون نسبه كبيره فيها من الرجال. وسكتو فاش كنطلق الهاشتاغ ولا كندير شي كونتوني على الهاشتاغ، فراه كنتعرض لواحد الكميه ديال الانتقادات. كانوا مؤخرا اتهامات انه انا مموله من جهه معينه وانني احرض النساء وانني الوقت ما كاينش شي كامل، انا فقط باغي البنت ولا المراه ترد بالها واداه تعرف شنو خاصها دير قانونيا. شنو خاصها دير؟ حيت فاش كتجي كتسول كتقول ليها كتلقى هي اصلا ما عرفاش القانون شنو عاطيها، وفي نفس الوقت ما عارفاش شنو خاصها دير وشنو ما خاصهاش دير، حيت تقدر دير شي خطوه اللي تكون ضدها قانونيا وهي على بالها راه باغا تحمي راسها. فحتى هاد النقطه حاولت نخدم عليها، وكنت جبت معايا ناس ديال القانون اللي حاولنا نديروا لايفات باش يبسطوا ليهم كيفاش يحميوا راسهم قانونيا، كيفاش يدافعوا على راسهم ولا دير تثبت الدليل، لانه هذا مشكل مازال كاين في القانون، كيفاش تثبت الدليل قانونيا. اي ايضا اطباء نفسانيين انه في حاله تعرضت للتحرش كيفاش ما تاداش بزاف ويكون واحد الاداء كبير على النفسيه ديالها. فكنحاول ندرس الموضوع من بزاف ديال الزوايا ولهدف واحد، انه المراه تحمي راسها اكثر وفوق وتادى تعرف شنو خاصها دير وكيفاش ما تاداش نفسانيا. شكرا لك بزاف نسرين. ندوز عند كنزه، بما انك شابه يافعه في مقتبل العمر ولكن عندك بزاف ديال المتابعين اللي كيبغيو لي كونتوني ديالك واللي كيتفاعلوا معاه بزاف واللي كيكون عنده اثر كبير على الناس، دونك انت كيفاش كتوعي الناس بهذا الشيء هذا، وكيفاش انت منك راس قررتي انك تحولي المحتوى ديالك سوغ انستغرام محتوى هادف، محتوى توعوي، محتوى اي شخص يقدر يستفيد منه؟ الوغ انا كنحاول في لي فيديو ديالي نبسط الامور ونقرب للناس كيفاش كيعيشوا ديك البنات اللي كيحسوا هكا، يعني كنحاول نمثل ديك المعاناه ديالهم. ومنين درت اول فيديو لقيت بلي الناس كيتعاطفوا بزاف، دونك حاولت ناخذ هذه النقطه هذه. وحاجه واحده اخرى حاولت نبدا نشرح لهم في ستوري، نشرح لهم بلي هذا الشيء راه عادي كيوقع لاي واحد وبلي ما خاصكش تخاف، وحاولت انها نعرف كيفاش كيفكروا ونتعامل مع التفكير ديالهم. يعني نهضر مع الدراري اللي كيفكروا هكا، كنحاول نفهمهم زعما علاش كيديروا بحال هكا، وكنحاول نناقش معاهم هذه القضايا باش ديك الساعه هما يقولوا صح راه حنا غلطين ولا شي حاجه بحال هكا.
وان بليس كنحاول بزاف نقلب على بعض الامثله ديال البنات اللي تعرضوا لهذا الشيء وخرجوا منه، وكنحاول نبارطاجيه مع الناس باش ديك الساعه يقولوا بلي راه ما كاينش المشكل، ما عندي مناش نخاف، نقدر نهضر حتى انا. وكنحاول عاوتاني سورتو الدراري، سورتو الناس اللي كيتحرشوا، كنحاول نبين لهم بلي راكم كضيعوا حياه واحد اخر، راكم كتنسوا بحياته، يا راه يقدر يوصل هذا الشيء الامراض، يقدر يوصل الانتحار. دونك كنحاول شويه نلعب لهم على العاطفه باش يأنب لهم ضميرهم شويه، باش يفهموا ان هذا الشيء راه ماشي لعب، هذا الشيء راه ماشي ضحك. حيت اغلبيه الناس كيفتو يضحك وانتي تسيتي رايك مضحك معاك، مو هذا ماشي ضحك، هذا الحياه ديال الانسان، راه حريت وراه ما عندكش الحق تختار ديك البنت، راه ماشي مونيكا ديالك اللي انت تلعب فيها، ونهار ما عندهاش الحال تقول لها لا علاش انت يا هذا ديري هكا. بحال اللي لقيت بزاف ديال كنلقى بزاف كيقولوا وهي دارتها لراسها، هي اللي مشات، علاش غتمشي تهضر؟ لا هي راه ما درتهاش لراسها، راك انت اللي خليتيها دير هكا، راك انت اللي خليتيها تثق فيك، يقدر هي الغلط اللي دارته انها ثقت فيك. وي نتايا خصك تغليتي ديك الثقه ديالها باش تهددها، باش تخرج على حياتها بالسلام. ميرسي بوكو كنزة. انا بغيت نقول واحد لو بوين، هذا ماشي غير الرجال اللي كيتحرشوا، كاين النساء كذلك كتحرش، ولكن غير لا جينا نهضروا اون جينيرال، الفئه الكبيره اللي كتعرض للتحرش هي 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 فئه النساء، والفئه ديال المتحرشين الكبيره شويه هي الرجال. دونك كنتمنى ان هذه الحلقه هذه تكون قدمت بزاف ديال النصائح للناس، ان ناقشنا ان سوجي اللي فريمون خصو الناس يهضروا عليه، وخص الناس يعاوا به، وخص النساء يكونوا على درايه به، والرجال كذلك اللي كيتعرضوا للتحرش. اي شخص كيف ما بغى يكون كيتعرض للتحرش خصو يبدا يهضر، يبدا يعبر على المواقف ديالو والاراء ديالو. وتنشكرك يعني كل من ترين وكل من كنزه، ولكن يعني الطلب ديالي للاميمه هو اننا احنا في الجمعيه يعني عندنا واحد المركز هو مركز متخصص في الاستماع لهذه الحالات، وتنتمنى يعني كل من كنزه ونسرين انهم يحاولوا يبارطاجيو هذا يعني الادريس ديالنا، وكذلك حنا تنوفروا كل من الاخصائيين النفسيين بشكل مجان في جميع الحصص دابا تنقوموا بها عن بعد، وممكن من بعد انهم يتنقلوا ويجيو للمركز ويستافدوا من هذه الخدمات. كذلك في الاستشاره القانونيه ممكن تنبداو من المعاينه ديال الحادثه عبر اما عبر اي منصه من المنصات، وكذلك تمشوا معها حتى الجلسات، يعني تنوقفوها حتى في الاجراءات القانونيه، يعني هادشي كله تيتقام بشكل مجاني، هو من اجل يعني الحق في هذا الفضاء الرقمي. وان برافو مبادره، كيف مبادره زوينه. حنا كنا طلقنا واحد المبادره ديال ستوب العنف الرقمي، يعني هي فيها هاشتاغ ستوب العنف الرقمي، يعني ممكن اننا زعما نبقاو مستمرين في هذا من اجل أكيد. يعني ممكن كل الشابات وكل النساء بالحريه ديال هاد الفضاءات الرقميه. شكرا لك بزاف مهدي، وبرافو على كاع الناس اللي كيديروا مبادرات، برافو للجمعيه ديالكم، برافو لكاع الناس اللي كيخدموا غير بوحدهم باش يطلقوا مبادرات باش يوعيوا الناس باش يحسنوا من الواقع اليومي اللي كنعيشوه. شكرا لكم بزاف حيت كنتوا معايا كنزة، نسرين، مهدي، شكرا على الاجوبه ديالكم الصريحه، وكنتمنى ان الناس تعجبهم الحلقه، ونتلاقاو بكم في وقت احسن في نقاشات اخرى ان شاء الله.